السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم الإخبارية مرو نيوز. أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد أن عدد المصابين الذين توفوا نتيجة إصابتهم بإنفلونزا الخنازير ارتفع إلى 11 شخصا. وسجلت خلية التتبع المركزية بالوزارة أنه من أصل ما مجموعه 58 حالة من الالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، والتي كانت موجبة بالنسبة للنوع الفرعي H1N1 315 مريضا للشفاء، فيما لا يزال 32 مريضا يتلقون العلاج. وجددت الوزارة التأكيد أن المؤشرات الوبائية للأنفلونزا الموسمية في المغرب تبقى عادية مقارنة مع الوضع الوبائي العالمي والمواسم السابقة. وكشف المصدر ذاته أن 4 حالات توجد في الدار البيضاء، و3 حالات في طنجة، وحالة واحدة بكل من الرباط، فز، طنطان وأزيلال. وبالنسبة للحالات المتفاقمة والتي قد تستدعي استعمال مضادات الفيروسات، تجدر الإشارة إلى أن الأدوية متوفرة في المستشفيات العمومية، وكذا لدى شركات توزيع الأدوية لتزويد المصحات الخاصة. شكرا على المتابعة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.